أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Maintenant, je sonne. Bonjour madame. كيف عاملة؟ كيف عاملين لي زانفون؟ من الحامدين الشاكرين السي العرب. كاين شي من قضيه؟ تو سي مدام ياك الكرا خلصناه ليك؟ كلمي لي طوماري زوجك المصون. واخا ميرسي. مربوح مربوح تكلم. هاني جاي هاني جاي. شكون؟ السي العربي. السي العربي في بيتنا. يا مرحبا يا مرحبا. يا ميرسي يا ميرسي. السي مربوح. نعم. واش يمكن الرجال بوحدهم يتكلموا؟ معلوم. الله يودي الله يودي. نظيرة الله يخليك إلى ما خليني أنا والسي العربي رأسا لرأس عندنا شي محادثات. أي مخلياكم. تفضل تفضل السي العربي تفضل. ياك لاباس أمر. السي مربوح هادشي ماشي معقول. بديتي كتريب لي داري ما خليتي فيها لا حيط لا بودرة. الله يهديك الله يهديك. كيفاش ما خليت فيها لا حيط لا بودرة؟ مالا دابا ولات واقفة على الهواء. اسمح لي واش هذا الخبيط بالليل وبالنهار بوم يا بنت بوم هذا راه طاباج. لا لا ما تخافش هذا الخبيط هذا غير ديال واحد الشاب هنا ولد جيراننا. مسكين لقى حتى يوم ما صب ما يدير ما تأسس شي جروب. كون واحد الجروب ديال الموسيقى هو اللي كيدير شويه ديال الهرج. جروب ديال الموسيقى تمام بالبالا والفاس والمطرقه. شكون قال هذا؟ راه الناس جاو الشيموا وقالوا لي بلي هاد الايام المعلمين داخلين عندك خارجين وبلي كثر عندك البغلي. الله يهديك راه ما كاين لا بغلي ولا معزي غير شي اصلاحات طفيفه والسلام. اصلاحات؟ ما تيت تورن ما تيت فراب راسي كيضرني. فين هاد الاصلاحات بالضبط؟ ما تخلاش ما تخلاش ما تخلاش. اصلاحات غادي تشوفها بعويناتك في الكوزينه. المراه ديالي الماسونه كدير شي روتوش. جو فو فوار جو فو فوار. كانت اللي عطا الله هو هذا. عندنا شي اش هذا؟ هادو الدوزان ديال البني. وهذا؟ هادو مواد البناء. ولاش كيصلح هاد الشيء؟ البني. اي البني البني حسن جدا الله يذكر عليها الجنب بخير. دابا انت كيصلح البني. اييه دابا الدار ديالي اللي بنيتها دم جوفي 40 عام وانا خدام عليها في ليتروجي تجي انت تبدا تريب وتخربق وتدير الحيوط ياك. الله يهديك السي العربي هدنا اعصابك. الله يهديك شتي دابا باش نبينوا لك على حسن النيه ديالنا. انت بنيتيه على 40 عام. وحنا ان شاء الله بحول الله الا طول العمر باغيين نحتلوها لك 40 عام. ايوا شنو؟ نسكنوا فيها 40 عام ان شاء الله ما تخاف شي. وكيف ما كان الحال هاد الدار راه دارك الا درنا الاصلاح راه لصالحك. شوف السي مربوح شتي بحال هاد الدار هادي راه ما تلقاش بحالها واخا تقلب عليها بالبيل. الله يهديك بلا الدار ولا تبقى ويلي انت من العقل السي العربي تبقى شي كتعصب. الله يهديك يلاه تشوف شي كاس ديال تاي وهدنا اعصابك. الاصلاح كله في صالحك. لو كان كانت هاد الكوزينه مصلوحه ما غاديش احنا نوضوا نخسروا الفلوس باش نصلحوها. الله يهديك الله يهديك. ايكوت موا ايكوت موا انا غادي نمشي للمخزن باش ياخذ لي الحق ديالي منكم ويجيب ليكسبيرتيز. الله يهديك راه باغي تجيبها فراسك انت. اسمع اسي بركه ما تحل علينا فمك. وهاد الدار راه دارنا وغنصبردوا فيها شحال ما بغينا واذا ما عجبكش الحال غنحرقها وشعل فيها العافيه. شعل فيها العافيه لفو واش كتسمع؟ الحجيرة غير كنضحك معاك راه ما كاين لا هضره. الحجيرة هذا شنو الضحك؟ اسمع والله يا الشايب يا العايب إلا كتقلب عليها واش بغيتي نجفلك هالدار؟ أنا غادي نمشي عند المخزن هو اللي غادي ياخذ لي حقي منكم وغادي نمشي عند لي دروا د لوم لي دروا د لوم. عربي وقف إلا سميتك راجل وقف. صافي أنا دير الله يهديك الله يهديك و تمشي تفوتي فيه شي دقة تدخل كلشي في الحبس. شوف يا لاله دابا راه الملاسه والياجور وتبنيت راه سيري بني بيديك يلا ما كاينش اللي يهضر معاك. والله الا ما بقى لي غير الشايب العايب المرمش المعمش. ها مربوح ها مربوح مالك داير في راسك هاد الحاله؟ انا مازال ما كاين حتى حاجه. كيفاش ما كاين حتى حاجه؟ واش انا عندي مشكل قدو قد جبل حتى موقعي وفي الاخر كتقول لي ما كاين حتى حاجه؟ نقصر بابا في خلاط نقالها جبل توبقال كل بعدا جبل هبري هبري وبلاتي يروحوا لكم حوايجكم في الزنقه ويشوفوكم في الحومه وديك الساعه شوفوا واش هبري ولا عظمي. وعلاش اخويا علاش غيلوحوا لنا الحوايج ديالنا في الزنقه؟ على الفوضى اللي دايره في البلاد.
والسيد عاديك ما حالو مسكنك فيه وانتي جالسه كطيحي في الحيوط وكل خطره كتصاوبي ليا كوزينه في شكل مالينا بغات دير ليا كوزينه حاتم طيب عنده الصح وصلتكم نتوما كاين السيبه في البلاد او راه بحال والو دخلكم في داكشي ديال السكن العشوائي وملي انت عارف هادشي مالك ما قلتيش ليا من النهار الاول السي رابح انا قلت لك دبر ليا على معلم مزيان دبرت لك على معلم مزيان انا بعيد من هاد الشغل السلام عليكم الله يعاونكم عموف بحر شوف مربوح الدار داري والكوزينه كوزينتي وغندير فيها اللي بغيت ويطرى اللي بغيت اللي بغيت يطرى يطرى السبب قولي باباك المراقبين دلبني جاو تود سويت يلا بابا المخزن اللي غادي يلوح لنا حوايجنا في الزنقة هو جا هو جا السلام عليكم سيدنا اهلا اهلا سي العربي مرحبا تفضل تفضل تفضلوا سيدي تفضلوا مرحبا بكم ممكن سيدي نشوفوا الدار الله يا ودي معلوم معلوم بحالكم هذا تفضلوا سيدي تفضلوا تفضلوا سيدي هذه هي الدار ياكم سيدي هذه راه هي الدار دابا هذا راه البيت الكبير هذا ديال الدار لا الله غادي تعينوا بعيونكم تفضلوا سيدي انت سيدي ها الكوزينه هي هادي سي با بوسيبل سي العربي فين هما الحيوط المهرسه والدار اللي ما بقات فيها كوزينه الله يهديك السي العربي الله يهديك انا حنا سيدي ملي عطانا هاد الدار كيف عطاها لنا كيف هي ما زدنا فيها حتى طوبه وليني البارحة كنت عندك هنا انا ثلاث شهور هادي ما شفتك ياك حتى بالسكر كنصيفطهم لك غير مع السمسار انا دزت عندك البارحة ولقيت لك كويزين مروله السي العربي هادي غير هضره زيده حنا خرجنا معك للدار باش نشوفو واش فيها شي تغيير ما لقينا فيها حتى شي تغيير راه هما يردوا كل شيء كوم افون اسمع السي عبد الله كتب في داك المحضر بلي حنا خرجنا مع هاد السيد باش نشوفو اشنو كاين لقينا الدار ما فيها حتى شي حاجه خاسره وزيد كتب في داك الدوسي بلي السي العربي يزعج السلطات مو نعم سيدي كوا الله يرحم من قراك هاد العمس الله يرحم من قراك سي با بوسيبل كلشي با روب بوسيبل هاينا طلعت به بشحال ديال تماره وبلا ربح دريس العام الله واش عندنا هاد العام شي بريم ولا عاوتاني غادي يهزنا الماء كيف العاده انا بعدا غيزيني انا خدمت مع المدير مزيان وشنو هي الخدمات الجليله اللي قدمتي للسيد المدير وكانت مربحه بالنسبه لي اسي 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 حظك اسي انت يا سيدي نعاودك على راسي ونزليا دابا انا سنقول لك انا خدمت مع بلادو كنت كنديهم المدرسه ونزيدهم ومرات احيانا تنديها للحمام وكنزيبها عرك سيدي ملي كتكون هي مسكينه مسخفانه كتزبد تتقول لي ادريس الله يحمر داك اللي ما داير لي سيدي السفيفه عاد عاد سير راه هذه هي الخدمه اللي كتمشى في هذه الشركه وانت حمق راه خصها التزام ونزديه قول لي ادريس واش الا بغيت نولي كنشقى عند المدير في دارو ما عرفت واش يقبل ولا ما يقبلش ازي صدر لك مولاي نزلت لي وديك على ديك الخدامة اللي عنده بسي طريقة من الطرق وانت تزيف بلاصتها والله الا فكرة اجي وما عرفتش واش هاد الخدامة بالدار واش سواتيني ولا لا وش اللي درت هي فوت انت مربح مقبل تبان بلاصتك سنقصك الطولة التزريدة الفورمة واش انت بقيتي بغيتي تبقى غير مزبد ولا انت غير اللي تيهمك هما الفلوس هي الفلوس عندك الصح هذا وقت ديال الفلوس بنادم يقلب على فلوس فيه كيف ما كان المهم انه يولي خدامه ولا كيف ما كان ها ها القيوط ها هي القيوط كيف ما كتخدموها مصوبه على حقها وطريقها تقول زيبه من البريزي وانت الطبخه القديمه كتبقى تعصر فيها وتعاود لا 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 انا بالنسبه لي ما متفقش معك انا القهوه ديال با عيسى كتفرع الدماغ وانا قلتها للمدير شخصيا وشنو قلتي له سي مربوح؟ ودي هذاك سي عيسى كيصوب لنا شي قهوه ممتاز الله يجازيك بخير هذا مظنون فيك اولياء سي مربوح سي مربوح والله شد بيا ديك بغيت نسقسيك هاك الموتوال واش خطرت شي حاجه خرج من الطراز او لا؟ اش انت بايسه؟ اه يكتب
هذاك اللي تسد مزيان. اسيدي اش غادي نقول لك؟ دوزت هاد السيمانه هذه عند الطبيب قال لي كتشوف انت 10 على 10 العينين بجوج. تتسد بالعينين بجوج 10 على 10؟ 10 على 10. وعلى سالوني باغي نضاطر؟ وزعما قلنا ودي اسي ادريس مني المتوالي يعني غير الا كثرت شي حاجه علاش ما نديروش نضيطرات حتى حنايا؟ ها واخا غير للتبرك ليك. لالا نظيرة؟ نعم سي مربوح. بغيت نظرك في واحد الموضوع. سمعنا كبار الخير ياك لاباس. لالا نظيرة انا ان شاء الله بحول الله رانا ترقيت. المدير غادي يرقيني غادي نولي خدام عنده في دار. ايوا واش غادي ندير عنده في الدار؟ كلفني بالشؤون المنزلية فيما يخص غادي نولي استخار والسلام. ويلي يا مربوح واش بغيتي تضحك عليا الجيران؟ وقت ما نزت في الدار بغا يبقى يقولوا اوووو مرا تسخر. الله يهديك الله يهديك انا طيره. واش الاسخار راه التعويضات عرفتي شنو الاضافه فيها شله فلوس. ولكن يا مربوح انا عارفك ما تقدرش على الخدمه ديالك، خاصك تتقدى ودي الدراري للمدرسه وتسوق بالمدام الطوموبيل باش دير الكوافور، وانا كيلو ديال البصله ما عمرك دخلتي في يدك ما كتعرفش حتى حاجه. لا كنعرف غير انا ما كنبغي ندير والو لحيت انت كاينه. غادي الناس يدي بحالها ما كاينش. ما نقدرش بالرقبه نقدر ندير لك جيما اجي وقات قهوه. اجي انا فاجي خلي داك الشيء اللي في يدك واجي اجي سير بيلا اجي. زيد اولدي زيد واحد الخبيره غنقولها لك. اسمعي باباك غادي يخدم عند المدير. لا هو ديما خدام عنده. لا غادي يخدم عنده في الدار. الوالد قفرتيها. علاش؟ المدير ديالك عنده الدراري الصغار النهار كله وانت كتراري بهم. لا 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 ما غاديش نراري بهم انا لا عارف شنو كندير. ايوا قلت لك لا لا ملي غادي اجي 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 انت لهنا بعدا خليت شي حاجه ما تكالفكو زين ولا عاوتاني سطي في كل شيء. ما يتكال ها ما يتكال. اجي نقول لك واش فراسك اخر اخبار في هاد الدار؟ والله يسمعنا اون بون نوفيل الوالد ديالنا ترقى. ويلي سي با فغي حق الله بابا. ها ميرسي يا بنتي ميرسي الله يرضى عليك الله يرضى عليك. ولكن راه باقي ما كاينه شي حاجه رسميه مازال ما كاينش. وشنو وليتي بابا شنو وليتي؟ وليتي بنتي غادي نولي مدير. ما كرهتك شي بابا تولي مندوب. عرفتي ديك صاحبتي المسمومه باباها مندوب وماني كتعجبني هاد الخدمه بمندوب. بلاتي عرفتي الخدمه ديال الوالد فيها بزاف ديال الامتيازات والتعويضات وحتى السكنه. نزيد كل ماكله والشراب وحتى الكسوه. بابا ما عرفتيش واش غادي يعطيوك الطوموبيله بشي فوق؟ لا 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 ما غادي يدير شي الطوموبيله بشي. علاش فشكا ماما علاش؟ دابا بابا انا راه بغيتك تكون هنا عندك الطوموبيل والشيفور باش داك الشيفور يبقى يوصلني انا الليسي ونبدا نفقص دوك صحاباتي. يكون خير بنتي يكون خير ان شاء الله يكون خير. شوف شوف البنت غير سمعت التعويضات والامتيازات وما يتحلوا لها العوينات. قربت تدي ماري كاتريام حيت ماما انا راه مني تولدت وانا محرومه. وغادي تبقاي محرومه انتي انا والميمه. كاش انتي انا والميمه انت ان شاء الله بلاتي تغير الوقت وتشوف واش غادي نتهلا فيها ولا لا. مربوح الله يهديك اش غادي تغير؟ شحال هادي من عام وانا متزوجه بك؟ 4 دريال هي الاخرى ما داتلكش في الماندو واش كضحك عليا؟ وحتى كاع كون جات هاد 4 دريال غادي تخليها ليا؟ واش اللي كيدخل ملي كندخل لهاد الدار وانا خاص 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 الزيت خاص البوطه خاص المعدنوس؟ واش اللي خاصو المعدنوس كيجمع الفلوس؟ اش كتبغي تغير نزول انت اش كديري بهاد المعدنوس؟ كل خطره جيب المعدنوس. كناكلو كناكلو شوف الوبنا عرفتي باباك فين غادي يخدم؟ فين غيخدم ماما فين؟ نقول ليها غادي يخدم في دار المدير. كتكذب عليك كتكذب عليك. غادي ان شاء الله انا بنتي غادي كنت غادي نولي نائب المدير ولكن هذاك المدير عندنا ما فيهش النزاهه ولا ندير بناقص. المهم بابا هو ما التعويضات. ولا داك الشيء اللي كاين ان شاء الله ما كاين غير التعويضات. ما بقى التمرة ما بقى معقول ما كاين غير الغفل دارت عينك. انا ما طيرت لك والو هنا بعد لي شوكك كون كان عندي الجهد انا كون راني غير كزر وسلخ على هاد الغش اللي ولا كون رات انا غير زنطق هزطلق. انا ما زنطق ما هزطلق بعد لي شوكك. مالك اخويا كتغوتك لاباس؟ اختي نظيره السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك لاباس الديرهم. عرفتي خويا انا جيت عندك. لاش؟ جيت عندك بغيتك تسلف لي واحد 20 فيا نفك بها شي كريدي. والو خويا الغالب الله ما نكذبش عليك شوف هزني وسوسني ما طيحش مني سنتي وكاع دبر لي غير في 10000
اخويا راه ما خبيتهمش عليك والله ما خبيتها عليك. انا نظيره هي تقول لك، قولي لي انا نظيره، قولي لي صح اختي نظيره. واش حماقيتي يا ربح؟ انت عارفني انا ناويه نصلح ونبني، ومازال كطلب من مربوح خوك يسلفك. باز والله ما كتحشم. وشنو قلتي يا ولد امي؟ اخويا ما عندي ما نقول لك والو، ما عندي ما نقول لك، ما نكذبش عليك والله ما خبيتهم عليك. نشوفوا على التليفون نشوف. الحمد لله. الو سي مصطفى. واه اخويا مالك وقف لي عند راسي؟ قلت لك ما عنديش ما عنديش. الو سي مصطفى، كي داير نعم؟ بخير نعم. هندرا ياه دبر على سخار من الفلبين يا اخويا. رجع في الله، رجع في الله، الله يهنيك بسلامة. الحمد لله. ياك لاباس نظيرة؟ طار المنصيب. شتي هاد الإصلاحات اللي كانت تديري في هاد الدار؟ راه الماندا ديال المدير وما عرفش شقدني. مربوح مربوح اش كاين؟ مربوح هادو شي ناس مهمين لقيتهم كيسولفك في الباب. الله يخليك، انا ما عندي استعداد باش نشوف شي حد بعد من هاد الساعة. الله انا ناس نقايا باين عليهم شخصيات. سير اسيدي قول لهم يدخلوا. يلا أزيدا تصور معايا مربوح وزينة كلها في البيضة. وغير اسمعها اسمعها الله يهديك. مربوح مربوح. السلام عليكم مراقبين.